السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تحلية في البيت حلوة، كيكة الأوريو في البيت. تعالوا معايا هنشوفها حبايبي كده، جميلة جدا، ما خدتش معايا حاجة ومش مكلفة خالص، جميلة اهي زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، اهي حبايبي. تعالوا معايا حبايبي نشوف الطريقة. هنجيب، احنا جبنا بسكوت، في بسكوت اوريو، هنعمل دلوقتي الكيكه بالبسكوت الاوريو. هنبدا ننزل كده، ننزل ده كده وهننزل ده كده. نجيب كميه هنبدا نعملها كده، ننزل كده كده، وهنعمل الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده حبايبي. حبايبي زي ما انتوا شفتوا عملنا كده كده، وده الكريم اللي طلع منه. هناخد ده البسكوت ونحطه هنا، وهنحط عليه بيضة، وهنحط عليه نص كوباية من اللبن، وهنضربه في الخلاط. حبايبي بعد ما ضربناه في الخلاط بقى كده زي ما انتوا شايفين كده، ضربناه في الخلاط بالبيضة بنص كوباية اللبن اهو. هنبدأ نعمله على البوتاجاز. حبايبي احنا هنعملها على البوتاجاز على نار هادية خالص. دي طاسة ألمونيا، انا دهنتها بس زيت، لو هي تيفال هتسيبيها مش هتلزق معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نغسل. هنسيبها لمدة دقيقة على البوتاجاز على نار هادية خالص. حبايبي تعالوا معايا بقى نشوفها. لحظة برضو يعني حبة بس، يا دوبك في ثواني كده، وهنشيلها كده. نعمل كمان واحدة معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، برضو هنسيبها لمدة دقيقة، هنسيبها لمدة دقيقة على البوتاجاز على نار هادية خالص. حبايبي هنبدأ نقلبها، برضو هي ما بتغيبش على النار، بتاخد بس مجرد دقيقة او اقل من دقيقة على النار، على نار هادية خالص خالص زي ما انتوا شايفين. وهنبدأ نطلعها. حبايبي بعد ما حطيناها على البوتاجاز وسويناها زي ما انتوا شايفين كده، يروح قلب انت وهي اهو، عملناها على البوتاجاز على نار هادية مكملتش دقيقة. تعالوا معايا نخش على الكريم شانتيه. ده معلقتين كريم شانتيه، وده الكريمة اللي طلعت منها، هنصبها كده وهنقلبها. بعد ما قلبته كده يا حبايبي هنبدأ ناخد ونحشي هنا كده. هنسيب الطروف بس شوية كده عشان ايه الحرف بتاعها اما نيجي نطبقها على بعض كده حبايبي. وهنجيب واحدة نبدأ نعملها كده كده، تك على الحرف كده. ده كيكة الأوريو أو بسكوت الأوريو، عملناه كده زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل كمان واحدة، نجيب الكريم شانتيه نحشي كده، نجيب واحدة نحطها نتفكى كده. وأقول لكم عشان الحرف بس ما يجيش معاكم كده، نتفكى كده كده. ده الشكل النهائي بتاعه زي ما انتوا شفتوا كده، زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وحاجه مش مكلفه خالص في البيت على قد الايد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله.